شايفين كوفيد 19 هيأثر ازاي على المنتج العقاري. المنتج العقاري اللي هو سواء المنتج العقاري السكني بتكلم اللي هو المنتج اللي موجود فيرست هوم او سكند هوم اللي بيتم في السخنه او الساحل الشمالي، من ناحيه التصميم من ناحيه المساحات تحصل تغيير هيأثر على التصميم هيأثر على المساحات. في نفس الوقت برضو عايزين بالنسبه لكل المقاولات الخدميه الاخرى سواء الاداري التجاري الطبي التعليمي، كل المنتجات العقاريه اللي المطورين العقاريين بيجيبوها هل هيحصل فيها اللي حصلت واثرت على كل العالم حوالينا؟ هل النهارده هيحدث متغيرات في هذا في هذه المنتجات الخدميه سواء الاداريه الطبيه التعليميه التجاريه؟ في نفس الوقت بعد كده اهوت بيهمني جدا هناخد تعليقات من الحضور معانا وبيستمعوا لكم في الراوند تيبل. انا يعني عشان عندنا 6 متحدثين النهارده، كل متحدث يتكلم لمده 7 أو 8 دقائق على الكتير، بعد كده وقت نفتح باب التعليقات والاسئله ونخليكم برضه تردوا عليهم بعد. عايزين نبدا بالمهندس شكري. اتفضل يا استاذ شكري، عندك 7 دقائق، اتفضل قول لنا. صباح الخير جميعا. بشكر طبعا الانفستجيت على المبادره اللي دايما بنعملها دايما معاهم، من نعمل مجموعه راوند تيبلز، وحتى لما الكوفيد حصل ما عطلناش وبقينا نعملها فيرتشوال. هخش في الموضوع على طول. الحقيقه يعني مهم جدا اللي حصل، ان اكيد العالم بعد كوفيد هيبقى مختلف، مختلف في كل حاجه، في اقتصاد، في بيزنس، في حياه اجتماعيه، في كل حاجه. اللي يهمنا النهارده هو ايه التغير اللي هيحصل في البرودكت بتاع ريل استيت. طبعا البرودكت بتاع ريل استيت هو انعكاس لطبيعه الحياه الاجتماعيه والعمليه للسكان. اعتقد كلنا شايفين اهم المؤشرات اللي موجوده هو موضوع اونلاين، ورك اونلاين، في تعليم اونلاين، وبزنس بيتمارس اونلاين، ميتنجز بيتمارس اونلاين. فاعتقد هي دي الحاجه الرئيسيه اللي هتشوف انعكاسها ايه على البرودكتس المختلفه بتاعت الريل استيت. الحقيقه الحاجات دي كانت التطور بتاع الحاجات دي كان موجود وشغال، ما نقدرش نقول ان هو ما كانش موجود، ولكن يمكن معدلاته كانت ابطا من اللي هتحصل بعد كوفيد 19. كوفيد 19 هتسرع المعدلات اللي احنا كنا شايفين ان المستقبل راح لها، لكن هتسرعها دي، لان ناس كتير من اللي كانت ممكن مش متعوده على الحاجات دي اضطرت غصب عنها انها تمارسها، وبالتالي هتسرع من معدلات التغير ده. انعكاسها على السكني، هنقول السكني انعكاسها عليه ايه كفيرست هوم الاول. اكيد ان بعد كوفيد 19 بقى في ناس كتير بتقدر تشتغل ورك فروم هوم، قد يكون بعد كوفيد 19 قبل كوفيد يعني خلال كوفيد 19 بيشتغل 7 أيام في الاسبوع، الاسبوع كله. بعد كوفيد 19 هيروح المكتب، مش هيتلغي المكتب التقليدي، لكن ممكن يحصل ان هو يشتغل 2 يوم في الاسبوع مثلا ولا حاجه اونلاين. ده معناه ان البيت لازم يبقى فيه حاجتين عشان يقدر يشتغل اونلاين. نمره 1، في انفراستراكشر للنت عاليه عشان يقدر يشتغل بطريقه سريعه، الانترنت بقاش مشكله. ده معناه ان احنا كل المشاريع اي نعم دلوقتي اوريدي موجوده، لكن مستقبلا مفيش مشروع هيبقى ممكن الانفراستراكشر بتاعته ما هياش مجهزه بكيبل فايبر اوبتكس كيبل وخدمات الكيبل بلاي والنت الفائق السرعه. الحاجة الثانية هي المساحات اللي جوه البيت السكني. أكيد هيبقى في مساحة معينة الناس هتبتدي تطلبها، يبقى في نوع من أنواع مكتب صغير في البيت، حتى لو كان ده انتقاص من بقية المساحات أو إضافة على المساحات، كل حسب قدراته. لكن هيبقى في حاجة اسمها المكتب بتاع البيت ده مهم، اللي هو يقدر يقعد فيه يقفل على نفسه ويشتغل أونلاين ويعمل ميتنجز أونلاين. طب انعكاس على السكند هوم إيه؟ أعتقد انعكاس على السكند هوم هيبقى أقوى كمان. لان النهارده لو انا عندي سكند هوم بقدر اخد اجازه 2 يوم في الاسبوع على حاجه، اروح هناك اقضي ويك اند في سكند هوم، وساعات اقدر اروح ساعات ما اقدرش. النهارده لا، ده هيبقى الاقبال عليه جامد جدا، لان انا النهارده اقدر اروح اقعد 3 أو 4 أيام في الاسبوع في السكند هوم بتاعي، واقدر اكمل شغل من هنا. فهستعمله اكتر، وبالتالي هبقى عندي استعداد انفست فيه اكتر، وهبقى برضه عايز فيه نفس القصه، ان انا عايز يبقى في سبيس ان انا اقدر اشتغل فيه وانا قاعد هناك ومستمتع بوجودي على البحر او ده بالنسبه للسكند هوم. لو دخلنا في جزئيه بقى المشاريع الخدميه، اعتقد ان الجزء التجاري هيبقى اكثرهم توفرا، خريطته هتتغير. هي احنا كنا شايفينها من قبل الوباء، كان ابتدى الشق الترفيهي يبقى له دور مهم جدا في المولز والمراكز التجاريه الكبيره.
لان كان ابتدى اوريدي بوادر الشوبينج اونلاين موجوده. النهارده الشوبينج اونلاين زاد، وبالتالي انا محتاج ان انا اعمل عنصر جذب عشان المولات تقدر تعيش وتاخد كلاينتس يروحوا لها مخصوص. فالمكان هيروح للاهداف الترفيهيه العائليه والانشطه الترفيهيه فيها، سواء فود اند بيفرج، سواء حاجات الانترتينمنت، وفي نفس الوقت ممكن هو هناك يعمل شوبينج. لكن طبعا في جزء الشوبينج اونلاين هيخش ياخد منها مساحه لا باس بيها. يمكن هيحصل، هيبقى في كومبوننت مختلف ممكن يكون حتى جوه المولز، هيبقى في مساحات كبيره مخصصه وير هاوسز. وير هاوسز ممكن تبقى في مول ممكن تبقى بره، لان المحلات اللي هتشتغل اونلاين هتحتاج وير هاوسز كبيره تقدر تحط فيها البضاعه بتاعتها ليها، وتبقى الوير هاوسز دي هتبقى لازم تكون منتشره عشان مصاريف النقل وصعوبه النقل من حته لحته في المدن الكبيره. اكيد الوير هاوسز دي لازم تتوزع على مناطق مختلفه عشان تبقى الاكسسبيليتي للطالب اونلاين تبقى اسرع وتكلفه النقل تبقى اقل. الجزء الاداري ممكن واحد يتهيأله ان الجزء الاداري هيتاثر جامد. انا اعتقد في عاملين هيأثروا في نصيب الفرد في المساحه الاداريه. اول عامل ان هيبقى فيه اكيد تبادل للشغل اونلاين، يعني بمعنى ان النهارده نقدر نسميها هيبقى فيه هوت ديسك، يعني هيبقى فيه مكاتب مش للقيادات الشركه لكن العاملين كلهم في الشركه، هيبقى في تبادل على نفس المكاتب. يعني مثلا انا هشتغل يومين في الاسبوع في اونهم بيفهمهم وثلاث ايام في المكتب، غيري هشتغل عكسي، فيحصل ان انا هحتاج مساحات اقل للفرد في المكاتب الاداريه. جزء من الشغل ممكن يتعمل اونلاين. في نفس الوقت ممكن طبعا مساحات الميتنجز اللي مرصوده للميتنج هتقل، لان ممكن جزء اجزاء كبيره قوي من الميتنج محتاج ترابيزات اجتماعات كبيره وصالات اجتماعات كبيره، اللي ممكن جزء كبير جدا من الميتنج هتعمل اونلاين. لكن في نفس الوقت اعتبارات الصحه اعتقد هيبقى في بريكوشنز معينه تتحط، ان يبقى في نوع من انواع الناس اللي هتروح المكتب، حته الاوبن سبيس اللي فيه كل الناس مع بعض اعتقد هتبتدي تتراجع شويه لحساب مساحات خاصه بكل موظف علشان خاطر وحاجات عشان خاطر الرعايه الصحيه والعدوى. فدي طبعا هتخلي من الناحيه الثانيه ان نصيب الفرد في المساحات ده ممكن يزيد، مش هسكن بقى كميات كبيره في نفس المكان. لكن ما اعتقدش ان النهارده هنستغنى عن الشغل خالص، لا، لازم يبقى فيه طبعا تواجد فيزيكالي في المكتب، ممكن يبقى عدد ايام الاسبوع هتقل فيه. لما نيجي نبص على الانعكاس على مصر، ما اعتقدش ان فيها انعكاس على مصر جامد، لان مصر اوريدي كان عندها شورتج، وال النهارده نصيب الفرد من المكاتب في مصر اصلا كان منخفض كتير جدا عن المتوسط العالمي. المتوسط العالمي اللي هو بيقول حوالي 4 متر للفرد في المدن الكبيره، النهارده احنا في مصر حوالي 0.05 متر مسطح، يعني حوالي 5 سم للفرد على متر مسطح، فاوريدي اندر سبلاي. فيمكن هتتاثر دول العالم المتقدمه اكتر في المساحات الاداريه هتقل اللي محتاجينها، لكن في مصر اوريدي كان في شورتج، فدي هتعوض دي. لكن على اللونج تيرم هتبقى طبعا المساحات اللي هنحتاجها للفرد هتقل في المساحات الاداريه. اعتقد ان هينشا برودكت جديد، لان برضو موضوع الورك فروم هوم لما الناس اتحبست مده كبيره الورك فروم هوم كان موضوع صعب شويه، الناس اتخنقت يعني. فاعتقد هيبقى في نوع من انواع البرودكتس ممكن هيبقى ميكس ما بين الكافيه والمكان الشغل. يعني احب ان انا برضه اروح في منطقه فيها شويه فيها فيو، فيها قاعده لطيفه، فيها خدمه بتتقدم لي وانا قاعد بشتغل اونلاين، هبقى في حواليا ناس عشان برضه ما اتخنقش قاعد في اوضه لوحدي كل اسبوع بشتغل في عموم. فاعتقد هيبقى في نوع من انواع الكافيهات اللي ممكن تقدم خدمه، واحنا شفناها يمكن دلوقتي كتير بنشوفها، ناس كتير بتروح تذاكر او تشتغل من الكافيهات، لكن اعتقد دي هذا النوع من البرودكت هينتشر وهيزيد جامد جدا. لو بنتكلم على الخدمات الطبيه، لا، دي اللي هتزيد جامد قوي، هيبقى عليها طلب جامد. اكتشفنا ان حتى في دول العالم الكبيره كان في شورتج في الاحتياج للمستشفيات، عشان ما كانش حد عامل حساب ان الاوبئه المنزليه ممكن تحصل. النهارده اكيد هيبقى في عين الاعتبار كل الاوبئه اللي ممكن تحصل تتكرر تاني في انواع مختلفه، وبالتالي هيبقى الناس محتاجه مساحات طبيه اكتر. واعتقد نصيب الفرد من عدد السراير للفرد على مستوى العالم هتزيد، محتاج انها تزيد عشان مجابهه اي حاجه تتكرر زي دي تاني. اعتقد انا كده خلصت 7 دقايق بتوعي، شكرا.